مالك نكملوا بقية تحديثنا. حكينا بالبداع على الإذاعة، انتظرنا مالك باش يكون في تجارب تالفة زي ونسمع كل مرة من الكواليس كونه مالك يحضر في حاجة، ولكن لحد التوى مازال ما فما حتى شيء. كان ثم كان ثم مشروع تلفزي كبير، نقول كبير مش كبير معناها بالمواصفات العالمية، ولكن كبير حسب الموجود توا في التلفزة في تونس. كان ثم بروجرام موسيقي بامتياز، وحذرنا تقريبا لمدة قولوا احنا شهرين ثلاثة. المشروع عنده عام يتحكى فيه، مع شهرين ثلاثة بريباراسيون صورنا 15 حلقة في ليلة. 15 حلقة، 15 حلقة في ليلة. قداش دوم الحلقة؟ تقريبا 26 دقيقة. نقولوا نحنا تصوير بركة، معناها المقابلة مع الانترفيو وال 17 دقيقة هكاك، مع قص وعاود قص وعاود. تقريبا بدينا نصوروا من نصف النهار كمان الخمسة تاع الصباح. 15 حلقة، وكان من بريفيو انه باش تعدى في رمضان. ومن بعد هكا ومن بعد انا تنكمل هالحكاية وقول انت صحيح ولا غلط. نبدا من الاول الساعة لو جرون ماج، فما تصويرة الزملاء في الحافلة تو نشوفوها. تجربة حضرته في بالي الكوبي زيرو، بالي التصوير هذه ما عندكش مالك، شوف معايا. أهلا بسير أمي. أنت عندك منها التصويرة؟ عندي منها. ماهي برش، علاش ما عبطتش؟ خاطر مثلا ما حتى شيء رسمي. تصورت الكوبي زيرو، على أساس كوبي زيرو تصورت كانت ثلاث دقائق كهو، ومن بعد ما سهلش ربي. باهي، نفس الديكور ظهر لي، إذا كان غلط صلح لي، من بعد نشوفوه في انستا نوف اللي تقدم من بعد. انستا نوف جاء في بقعة البرنامج هذايا الجرون ماج. لا. البرنامج وقت اللي بدا يتحضر هذايا اون باراليل انستا نوف قاعد يمشي يتحضر زاده. ما نعرفش اسكو الفكره اللي تاع البلاتو جات من الجرون ماج ولا لا. ما نعرفش، اولا ما اسمهاش الجرون ماج راهو ليميسيون، راهو هذيك فيش تحطت غير كيفاش نصوروا بها. داكور، هي كانت عندها اسم اخر اسمها بيج ماج على باز، مي حطوا الجرون ماج لقينا فيش تمشي شويه مع الضوء نتاع البلاتو، تحطت هذيك ما مش هذاك اسم الاصلي نتاع. اي كي تسال مالك بعد ما تتصور الكوبي زيرو تقول علاش ما كملناش فيه البروجي، شنو تكون الاجابه؟ الاجابه انه مازال وقتك باش تدخل تعرف زمانك. مال علاش تعيط لي باش نعمل كوبي زيرو؟ انا قدمت بروبوزيسيون و ثم شكون حكى معايا نتاع اعطينا حاجه خلينا نشوف واش نجم شنو تنجم تعمل. هو يقول لك ربع ذره نافعه، ربع ذرة نافعة. اي كيفاش ساعات تقول خسارة والله حذرت وعملت وكذا، بعد تلقى روحك سامحوني في الكلمة اللي يسمعوا فينا ما تكور مع ليفل اخر، معناها مع مستوى اخر، ما تنجمش ماكش مدعوم بلغة اخرى، فهمت شنو؟ وحدك. اي وحدك، اي وحدك وحدك. هذه تجربة كانت مع كاكتوس بود، اي مش مع قادة التاسعة. لا لا، مع كاكتوس برود بيان سور. اذا كان مش تعمل مع كاكتوس مش تعدى في التاسعة اوتوماتيكمون. باهي نمشيو للجو سامباتيك، صغرونا اسمها صحيح ولا غلط. الله يقدر. مالك صحيح ولا غلط، كنت من المشرفين على برنامج لو جران ستار اللي من بعد قدمته خولة سليماني على قناة التاسعة في رمضان. براند ستار. براند. براند ستار كان اسم البرنامج الأصلي اللي تصور بيه، ومن بعد ولا عندي هذه غنية لي. هذه غنية ليك. صحيح ولا غلط، انت انسحبت من تقديم البرنامج لانه رفضت كونه خوله تقدم معاك، وانت من الاول بديت وحدك وحضرت وخدمت برشا وحدك، من بعد كي تعرض عليك تكون خوله معاك رفضت. هو الموضوع هذا باش نحكي فيه فابوغتوت، بما اني اول مره نكون في الراديو باش نحكي فيه توضيح. ولا التوضيح فقط، خوله ما عندي معها حتى شيء. لا حكينا، لا تقابلنا، لا حتى شيء. اوكي باهي. الحكاية وشو كانت؟ كنت أنا نقدم برنامج، ومن بعد وقت اللي تطورت الأمور على خاطر البرنامج، خلينا نوضحوا حاجة، أنه كان ماشي للتلفزة الوطنية من الأول. ما كانش ماشي القناة التاسعة، وكان زاد ماشي الكارتاج بلوس، ثم أكثر من بروبوزيسيون معناها بالنسبة للبث. بما أنه إنتاج خاص، دونك تعرف السيستم تاع البرترينغ وكل. نحضر الكوبي نتاعي ومن بعد صحيت مع السبونسورات وليزانونسور ونقسموا كذا وكل حاجتهم كلنا ما نفهمش فيهم. تبقى وقت اللي
قلنا باش نمشيو نخدموا في التاسعة على كاكتوس برودكسيون مش التاسعة احنا نقولها. تطورت الامور، انا اقترحت انه نعملوا كوانيماسيون، واقترحنا اسامي اخرى منهم زميلتنا في افام اميم عياري، تحية الامين. اوكي، يعني على اساس انا اميم باش نقدموا البرنامج دو انيماتور جون في اذاعات منافسه محلاه ليماج، كي تخرج دو انيماتور من زوز اذاعات اخرين يقدموا نفس البرنامج التلفزي. كان هذا المشروع من الاول. شنو اللي صار؟ ما نعرفش شنو صار مع اميمة، ممكن ما تفهموش وحاجات كيما هكا، ما نجمش ندخل انا في اميمة خاطر اميمة تعرف هي شنو صار. لكن بالنسبه لي انا الحديث معناها على اساس نصوره كيما نقولوا نهار اربعه، وانا نهار الجمعه كنت نستنى في تليفون على اساس نعملوا بريباراسيون وباش نعملوا كيما يقولوا التصوير مع الميكانيك وكل باش نفهموا شنو نعملوا ما نعملوش. ما راني الا نسمع انه مالك العوني باش يولي انيماتور انكس، معناها انت تاخذ الميكرو جوست بعيد تيرا، ما فهمتش معناها تيرا في برنامج في بلاتو التو راني فاهم، تحكي مع الجمهور، مانيش عارف في الاغنيه، مانيش عارف في الكواليس الدور شويه. بوسيبل ما عنديش اشكاليه مع التيرا راهو، ومن احسن خدمه تخدمه وانت تخدم في التيرا راه اي، مي انك تكون برانسيبال وعطيت برشا افكار. اوكي، برشا افكار وهيا نعملوا هكا، واش قالكم نعملوا هكا، وجمله من هنا وجمله من هنا ومن هنا، تلقى روحك من بعد انكس، من بعد يتم استبعادك دون علمك، خليه عليك. اي ما تنجمش تسمع حاجه اخرى. انا ما نكذبش عليك، وقت اللي قالوا لي انكس قلت لهم انا ما نوافقش، راه اعلمني هم هز تليفون وقل لي راهو اسمع راهو ما تفهمناش راهو ما شفتش الامور كيما هكا اتسترا اتسترا. وصار اجتماع مع الفنان القدير لطفي بوشناق وحكينا على الكونسيبت نتاع البرنامج وتقدمنا وعلى اساس نبداو نصوروا، لكن حسيت اني ما ثماش رغبه كبيره انه مالك يكون موجود في البرنامج. نحترم الشواء نتاع كل قناه راه ما عنديش اشكاليه يعني. كان اختيار ممكن تجاري، ممكن اللي باش يبيعوا اوكي، معناها خوله معروفه اكثر مني، عندها اسم كرونيكوز في التلفزه، انستغرام مليون وزمانين عاش قداش، دونك اوتوماتيكمون انا بيدي كان جيت صاحب القناه نقول اي ناخذ خوله باش تبيع لي اكثر من بيع لي مالك، معناها مالك وقت جاب شيء يبيع لي. وهذا يعطيك الحق باش تكون متغشش من الجهه المنتجه في وقتها. ديما نقول رسمة اليوم الباب مفتوح لو كاكتوس يكلموك على بروبوزيسيون. لا، ما للامانه نحترم الناس الكل في كاكتوس، اما التجربه هذه ما تتعودش مع كاكتوس. شوف اسمع، هو باب محلول اوكي، اما توا لا، حاليا لا نجمو نحكيو، ولا راهو باب محلول اما نجمو نحكيو وقت تبدا ثم حاجه سيريوز بالحق. اما انك تتعامل بطريقه مرتين دو فوا، كيفاش توصف الطريقه في كلمه؟ تقزيم مالوغوزمون. هذا ما يمنعش مالك اللي انت منشط تبارك الله عليك، عندك ما تقول في روحك، ونتمنى لك برشا نجاح وتوفيق. فما عروض فيما يخص تجربه التلفزيون، تعرف توا الميركاتو بدينا نحكيو شويه. لا شوف، ايش نقول لك حاجه، اختلفت الامور في التلفزيون على قبل. وضح لي. قبل كانوا يتصلوا معناها بالمنشطين ايش قال لك، ها بروبوزيسيون كذا، توا تقلبت الامور انه اذا كان ما عندكش سبونسور ما تنجم تخدم في التلفزيون. ونتفهم بما انه الوضعيه نتاع التلفزيون صعيبه، دونك من حقهم انه يخموا زاده في المداخيل، يقول لك انا شنو نجيبك تخدم لي برنامج ماكش بدخل لي حتى فرنك، خاسر انا في الاخر. فهمت؟ باهي مالك، لو ان شاء الله تجي بروبوزيسيون، نوعيه البرامج اللي تحب تقدمها في التلفزه هي برامج اجتماعيه، ترفيهيه، العاب، حوارات؟ حوارات لا. علاش؟ نحب نخلي في اذاعتي نخدمه. ما نحبش نخدمه في زوز بلايص. فهمت؟ وان بليس انا بدي اشتولي دي جوجمه، اشتولي دي جوجمه نتاع جيب ذيب للتلفزه، جيب ذيب للراديو. الحق باش نفهم مالك كيفاش يخمم في التلفزه، اقرب كونسيبت موجوده اليوم ترى روحك تقدها وتنجم تعبر فيها. ثم كونسيبت عندنا حاضر مازال ما تخدمش في التلفزه. لا، من الحاجات الموجوده في التلفزه نعبر فيها كاريمون. ترتاح فيها؟ نرتاح اي. معناها باش نعطي اي تاكتا محمد السويسي اللي كانت قبل. اي اي نرتاح فيها بالعكس. تحية محمد علي السويسي. محمد السويسي سلموا عليه برشا صديقي. باهي نختم في صحيح ولا غلط، قل لي صحيح ولا غلط. عبد الرزاق شابي، شرط عليك كونه ما يحضر معاك في الاذاعه الا ما تحضر معاه في التلبسه، هذا صحيحه ولا غلطه؟ كانت بتفادليك، ما كانتش شرط، بالعكس عبد الرزاق جاني الاولاني اول مره وجاي بكري
شاف الوقت منظم منظم عبد الرزاق منظم بطريقه غريبه جدا. لا ما كانت تفادليك هكا، هو قال في اللونتين نتاع هكا انا جيت بحذاك ما رجبتش بحذايا راه. وكي صدعاني ما بخلتش على عبد الرزاق وكنت اكثر من بكري بحذايا زاده. وانت من نوع عمالك اللي تمتعك الحوارات والا لا نحب نقعد في كرسي المنشط انا اللي نسال، ما نحبش برشا نتحط في وضعيه انا الضيف وانا اللي نجاوب. انا تو اول مره نوقف في الكرسي هذا. اي. احساس ما نعتذر من كل ضيف اذا كان سالتوا اي سؤال ما عجبوش ولا حاجه نعتذر من الضيوف. هو فما اسئله ما عجبتكش؟ فما اسئله ما عجبتهمش؟ لا نحكي ليك انت تو. توا؟ انت رامي ما صديقي انت مستمتعين. حتى كان تسالني على حاجه اخرين تنجاوبك. بون مشكل شيء. في علاقتك بالضيوف مالك العلاقه تقف في المهني والا تتواصل كما نشوف برشا منشطين كونوا في الجانب الانساني نكونوا واقفين مع بعضنا نحضروا لبعضنا في الافراح في المسارات نتقابلوا نمشيو نبحروا كذا كذا كذا. هو الضيف راهو في حد ذاته انسان تونسي في الاخر، ثم جانب نتاع علاقات يتربط في الحوارات. يعني ما نجمش نجيب انا ضيف حطه بحذايا نتاع اسمع علاقتي بيك 25 دقيقه وتقف غادي. لا ما نجمش، معناها نتصل بعديد الفنانين عديد المخرجين اصدقائي واللي ولاو اصدقائي وقت اللي جاني ضيوف كما مثلا وليت اصدقاء انا وعبد الحميد بوشناق وهو عمره ما جاني ضيف جوست هو جا الاذاعه وقتها نجربوا تكلموا في الاف نجربوا تكلموا ونشوفوا ضيفك الجمعه الجايه ولا يبدا عنده جديد نجي. خاطر على حد علمي انا ان شاء الله يطلع كلامي غلط، عبد الحميد بوشناق متغشش برشا من التعاطي الاعلامي 25 جويليا، يحكي على جل المؤسسات الاعلاميه وما يحبش يظهر، رغم اللي انا قلت له فما برشا اذاعات خدمت بالكدا بالكدا على التغطيه وغيره، واحنا على الاقل نطلبوا فيه وقت اللي هو موجود في باردو برشا مرات. باهي مالك هاو علاش نرجع لك للسؤال. انا عارف جوك كيك. والله لا، لانه فما مجموعه من المنشطين يقول لك انا نخلي العلاقه تكون مهنيه بالاساس باش ما ندخلش في احراج كونه تقابلني قبل لونتين تقول لي بربي هذا ما نحكيوش فيه، او تكلمني بعد الحصه تقول لي بربي العنوان هذاك من غير ما يهبط او غيره، خليني بروفيسيونيل نقعدوا في المهني اكثر، خاطر لو كانت توطد العلاقه نولي انا بيدي في لونتين نولي في احراج كي نغزر العين في العين نقول لا نتاعنا هذا. ثم ضيوف راهو جاوني هو ونحترم رايهم سيختو وقت اللي يقول لك حاول ما تحكيليش على حياتي الخاصه وهذا نحترمه على الاخر. انا معناها حق جينيرالمون انت تعرف رامي انا من لا اتعمق كثيرا معناها في الحياه الخاصه نتاع الضيوف. ما نحبش كما انا نحب حياتي تكون خاصه لي، انا كما نحترم ضيوفي تكون حياتي خاصه. وقتاش انا نجب على حياتي الخاصه؟ وقت اللي انت تحطها في العلن بارتاجي ستوريات وقت اللي تحطها انت في العلن معناها حال انستغرامك بيبليك مثلا وتهبط علاقاتك سوا ديزون اللي هي مهما كانت نوحة اوتوماتيكمون انا باش نسالك عليها ممكن بطريقه لطيفه اوكي نسالك اما نلطف نحاول نطيح الماكسيموم. هو سؤال من سؤال مثلا كي نسال مالك كل وقتاش العرس ظهري ما تغشش نقول لك ربي سهل وقتاش العرس نقول لك ربي سهل انا ربي مش بيت. مالك شكون الضيف اللي تقلق من اسئلتك الاكثر يعني ومن العناوين؟ مانيش تسميه ايش تسميها؟ مش بتسميها هاك وضحتك عطيتك شنو هو باهي. انت من النوع اللي ترضخ لطلبات الضيوف معناه يكون حوار مشروط مش نحكيه اوكي اما هذا ما نحكيش فيه والا لا يا تجي تاخذ اسئله من عندي الكل يا لا بصراحه. فما ضيوف شرطوا علي انهم يراوا الانترفيو كل وانت قبلت؟ قبلت تعطي الاسئله كريمون؟ لا مره واحده صارت مره واحده صارت. ندم عليها؟ لا خاطر تحدد في ظرف انه لازم الضيف هذاك يجي. معناها كما نقولوا الغايه تبرر الوسيله، مي انا وريت الاسئله اللي انا نحب نوريها. معناها هي مش واحد يقول سلام هاو الانترفيو خذ عقربت شويه معناها اي معناها هاو لي زاكس مش اسئله بالباء والتيرا لا هاو لي زاكس على شو باش نحكي وعلى كذا تجربة كذا 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 ويشطب لك الضيف قول كذا لا ما يشطب حتى شيء ممكن يعني يلتمس مني انه باش بربي يحاول انك لو يشطب دماغي ما يدخل لونتين علاش باش يشطب؟ هذا الشيء تجي الانترفيو تقبل معناها باش تعمل كيما انا جيت الانترفيو من غير حتى شروط معناها هذا الاسم تعبني برشا باش اقتنع وجاء عملنا حوار. تعب
تعبني برشا برشا تعب ولا الأكثر الأكثر ممكن نقول ما تعبنيش أما خذا وقت خذا وقت رايا أبي رشد العالمية اللبنانية وجهت تحية لي بركل عليها المرأة هذيك هي خذت وقت معناها باش نجم خاطر هي في فاكونس دونك ما نجمش نقنع إنسان يبدأ في عطلة باش نجيبو باش يعمل حوار هو في عطلة مع عائلته. اسمع السؤال هذا قدر خير برا بركة اسمع هذا الاسم كان من الناس اللي عملت معهم حوارات ونفتخر برشا بالحوار اتشيران اتشيران نفتخر جدا مالجري كمية النقد اللي جات قال ولا حاجة رهيبة جدا أما فرحت اللي تنقدوا على خطر تفرجوا أي فرحان اللي عملت انترفيو مع اتشيران فرحان برشا اللي عملت انترفيو مع فتحي مسلمان الفنان الممثل القدير اللي بحق وجهه القاب القدير فتحي مسلمان أكيد طبعا أكيد من أكثر الحوارات ممكن أميرة الشبلي وجهة تحية صديقتي أميرة بالحق كان من أحسن الانترفيو أنا بيدي حسيت روحي عملت حاجة في حياتي عرفت وشكون آخر شكون آخر ما نحبش نظلم ضيوفي كل أنا ذوما أما ذوما من الانترفيو اللي أنا قعدوا لي في مخي معنا مش معنا ما قعدوا ليش الأخرين في مخي من أكثر الانترفيو اللي خاطر كل واحد شبه الآخر وبعاد على بعضهم كل البعد يعني وقت اللي عملت انترفيو مع فتحي مسلماني ما توقعتش كمية التواضع عند الرجل هذاك احكينا على أحسن الحوارات اللي تتفخر بيهم أتعس حوار مالك حوار تعيس التعاسة من عندي أنا مش من عند الضيف مين سهل شوي قول أنا نجم أكون ما حضرتش خدمتي مليح وقيت روحي ساعات دفازي هو عادي سؤال ذكر مثلا هيدي يقولك أتعس حوار نيلي كريم نيلي كريم أنا نعرف علاش يقول هيدي أتعس حوار هي هكا برشا قتامة وبرشا دمار كما الشخصيات أنا ممكن نتقلق من ضيوف اللي جاوبك كلمة قص تاع نعم أو لا ما نتقلقش أنا خاطر مثلا نبدأ أنا نحضر لك مثلا 25 سؤال مثلا وكيف تجاوب إيه لا الحوار باش يكون درجة من زمان يكون في الدرجة وصاي باي باي صباح الخير معناها ما خرجت حتى شيء أنا وقتاش نقول حوار فاشل وقت ما نخرجش معلومة مفيدة أكثر حوار تقول هذا عدى راتيه وكنت نجم نعمل ما خير لطفي بوشناق عم ناول فنان القدير لطفي بوشناق اللي أي راتيه كنت نجم نخرج برشا حاجات أما ممكن للأمانة نقولها الرهبة من سي لطفي يبدأ مقابلك في الكرسي وأنت تخوض في تجربة مع إذاعتك مع موزايك بالطريقة هذيك لطفي راهو فن القدير راهو إنسان مليان برشا وراهو يعرف شنو يتكلم يعرف شنو يجاوب لا هو بكل تواضع هو بكل تواضع بالتواضع اللي فيه وسبونتاني على الأخر بابا سيدي خويا يقول لك صحيح معناها خرجت على برا بابا الغالي فضل من الأول بابا الغالي كذا أما سي لطفي نقدروا برشا اليوم من الفنانين تجمعني بهم علاقة إنسانية كبيرة على الأخر ينكلموا ويكلمني ونسأل عليه ويسأل عليا وقعدت معناها في مقابلة نحسبه قبل هذا يخذ هذه ترى هذا الاسم يستحيل نستضيفه مرة مستحيل أخرى. عندي مرة أخرى كل صراحة رابر وكاو ثم رابر ما مستحيل نعود نستضيفه رابر أي علش على خطر ما تعطيش كلمة المنشط ولا الإذاعة باش تجي وتسكر تليفونك آخر وقت لا يا راجل أيوة كده يا حبيبي تسكر تليفون ومعنا كونفيرماس خذينا كونفيرماسيون وتسكر التليفون بعد وما اعتذرش من بعد ما يبعثش ميساج يقول لو صارت حاجة ما وضح ليش ما بعد الحصة بساعة جاوبني وما رديتش على خاطر زيد هو اختيار منه هو ما حبش شيء هو حر أما قول ما نجيش أحسن منك تقول هاني جاي ولا هبش تعدى معك في التليفون وتسكر تليفونك بي هذا اللي تعدى في الناس اللي ما حاورتهمش عندك أسامي تقول لا يستحيل نقعدوا فيس تو فيس لا لا مستحيل يمتعك حوار مثلا مع مريم دباغ مالك ما جربتش باش نعرف يوم تاني ولا الحوار معك حد جرب والله ثم خط تحريري متاع برنامج مشي فيه بمعنى خط تحريري أنا مثلا نركز أكثر على الجانب الفني وعلى الجانب نرى ديزانستغراموز يكونوا موجودين معنا يجيوا معي ديزانستغراموز يجيوا أمام لو كان ترجع ممكن معنى الحوارات اللي يجيوا مع الانفلونسور الكل تقريبا كل واحد يجي عنده حاجة جديدة عنده شنو يحكي معناها أنا ديما نعمل على الجديد أكثر من الأسماء مهمنيش فيك أنت شكون عندك جديد ما تحكي عندك حاجة ممكن تكون انتريسانت معناها للببليك أنا نجيبك باهي يجي نحكيو شوية على الجديد
نتذكر بالكدي كانت عندك تجربة في بوليس حالة عادية باي. في التمثيل 2015-16 بالضبط، ومؤخرا عندك تجربة في السينما. سينما هذه احكي لي شوية على التجربة. فيلم هو لمحمد خليل البحري، فيلم جديد اسمه أدس. فيلم هذا بطولة أحمد الدلسي، مروة العقربي، سيد عوفي نعمر، برشا أسامي أخرى، أحلام الفقيه، نعمين بالخوجة، وثلة من الممثلين. ثلة مو خاطر كيفاش نسمي واحد نسمي الكل توا صحيح يعني. أوكي. دونك تجربة سينمائية اقترح عليها خليل بتفدليك. قال إيش قولك معناها ثم رول راهو باهي من الأول نسخيب أنا تجربة هكا تدور هكا دقيقتين ثلاثة تمشي على روحك. لا لقيتها تجربة هكا روحي نصور مصباح لليل. هوك فرحان برشا بأول تجربة سينمائية. وما تخافش مش ننظر لك بعد عام نقول لك راني ممثل. ليش لا ما تخافش لا حتى كي نمثل 10 أفلام ما نجمش نكون ممثل. وأنا بصراحة مالك معناها فما نوعية تفكري ضحكوني شوية. اللي يعمل 10 تجارب في سبوتات وتمثيل يقول لك لا راني مانيش ممثل، وعنده برنامج في الإذاعة يقول لك لا راني مانيش مذيع. إذا خصتها تجربة وكملت فيها هي تجربة تاخذ كاسكيت. هي حتى تجربة. انت حكيت التمثيل ما خوها تجربه، ولا تخمم بالمنجد تقول اذا كان انا فيا من الداخل مشروع ممثل علاش الاعلام والتمثيل وهذا لا يفسد للودي قضيه. اقول لك حاجه وهذا والله لا شعبوي او باش نجاوب بكل صراحه، التمثيل نخليه للممثل. راه ما هو سهل انك تمثل، ما هو سهل تاخذ قدام كاميرا وتنجم تبدا حتى محليك وكذا. ولكن تكلموني أنا كي كلمني خليل، خليل صديق قبل ما يكون قبل ما يكون مخرج. صورت ديسبوت قبل زي. صورت ديسبوت أي مع عدد شركات، ما تخافش ما نمشيش للشهر، أنا كيك عاد الله خير هكا تو رامي. صورت ثلاثة إشهارات تلفزية وما عليهم تجارب، ما يقعدوا تجارب يقعدوا تجارب يقعدوا في السي في نتاعك. هاني عملت وكانت لي زادة تجربة مع الأمم المتحدة يونايتد نيشنز فور وومن في الحملة نتاع بيكوز ام مان لأني رجل، اللي هي معنا تعمل بروموسيون أكثر، مش بروموسيون سميها أنا، تدعو أكثر إلى أنه اليوم تصير المساواة بين الرجل والمرأة، وعلاش لا الرجل هو ياخو أكثر بزمام الأمور. وتجربة نعتبرها ناجحة بالنسبة لي أنا مع الأمم المتحدة، وبالتحية موجه تحية لأحلام بوسروال اللي هي كانت اقترحت عليا الموضوع هذايا. وفوالا ما هاني قلت لك بالنسبه للتمثيل راهي تقعد كانت تجربه. معنا مثال في فيلم سيفون حد وحد من غادي من الصور اللي عجبوني انا برشا صوره تجمعك انت ومحمد الخماسي زميلنا نوجه له تحيه. اي قابلنا محمد الخماسي صورتوا مع بعضكم. صورنا مع بعضنا. محمد كانت عنده لقطه مهمه جدا في الفيلم يعني لقطه فاصله خلينا نقولوا في الفيلم، وتقبلنا نعرضها وانا عيطت قلت جينا من التصويره معناها. وبعدك هو المساجات مساجات فماش عندك انت محمد شفما لا لا بون كانت تجربه جو تاع سينما هكا هو كان جيت تجربه تلفزيون مع محمد ونعملها راك بالضبط هذا شكون ولا عارف كيف تسالني. انا ذكرت حاجه هو حبيت نقولها ما نعرفش علاش وقت اللي انت تسمي في المنظمه ذكرت كيفاش كنا في الاذاعه انت تقول لوكسيدونتال وانا نقول لوريونتال، وذكرت أهلا وأهلا عمرو دياب أنت جمعة تقول فيها أهلا 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 هو أكثر برشا من شو اسمها غنية داري قلبي حمزة نميرة. أي أنا أقرأ فيها داري قلبي معناها صارت حاجة كيما نشكرك برشا. أنا استمتعت بالحوار ونتمنى أن تسمع فينا زادة كيف كيف، ونخلي لك كلمة الختام. كلمة الختام ممكن باش تكون سبيسيال شوية. ديرنييرمون عملت جاوبت على ستوري على انستغرام وفما شكون سالني حطني في كومباريزون بيني وبين بين هادي ونوفل وكنت اجبت بطريقه اكثر من عفويه معناها ما راعني الا تجيني كميه كبيره من المساجات سبين وسبوا لي امي ونعملوا لك ونعملوا لك وشكون تخيب روحك واتسيتيرا واتسيتيرا من اللي فان اي من الناس اللي قاعده تبع وبتاع شكون تخيب روحك انت. انا عمري لنهار اني اتجرأ ونقولها اني نقرر روحي لا بهادي لا بنوفل. انا كنت نتفرج فيهم انا على اليوتيوب قاردوني بجيل ما نجمش. قلت الكلمه هذيا فهموها الناس على اساس انا راني ما نحكي كان مع جماعه جيلي ما تقارنونيش بالاخرين. ليه ما نقارنش؟ خاطر ما تنجمش تقارن انت جواري كور توا في الكلوب والاسبيرونس بعتوقا ولا بطارق دياب اللي ناس عندهم تجربه وتاريخ ومعناها ما تنجمش تحطهم فرد ميزان. هذا كان المقصد لا اكثر ولا اقل. دونك ما راني انا العباد برشا جاسبان وفما شكون حتى وصل معناها هدد
بطريقه غير اي بطريقه غير مباشره نتاع نعملوا لك ونعملوا لك وشكون تسخايب روحك انت وكذا. وقت جيت البارح للاذاعه وانت شويه جيت البارح للاذاعه اي ما مش نقط في البارح سامحني. انا زادك انسان من حق نقدم في خدمتي اخي. علاش لازم ديما ثم الجبدين التالي بتاع لا وما تعملش وشكونك انت وثم نوع من التقزيم يصير حتى من عند العباد اللي تتبع. انا من رايي ما تجاوبهمش وتقدم لقدام. انا ما جاوبتش هذايا جوست حاجه بركه خاطر ساعات نلقى كميه سبان تجيك وانت ما حتى شايره مالوغوزمون. عندنا برشا ناس يستسهل الكلافي ويكتب هكا كلمتين وكهو. مالك نشكرك برشا نورتنا اليوم. شكرا الكامل للفريق يعطيكم الصحه حبيب في الاخراج من ولا الكونسول. نادر نسلم عليك برشا في الاخراج. ما خليتش كون كلمه ختام انت قاعد تسمي في الاكيب تسميهم انا الاكيب. هات الورقه في 30 سكوند مالك في 30 سكوند 30 سكوند معناتها دونك هذا كوني موجود كل يوم من الاثنين الجمعه من 10 نصليل على موزايك وان شاء الله نكون في المستوى. حتى الناس قاعدة تبع فينا ساعات نعتذر انه ما نجمش نقدم حوار كما انا حبيت ولا كما الناس يحبوه. مي انا نقول رب قدة ربي نحاولوا نقدموا القدام نحاولوا نرتقيوا شويه بالمشهد الاعلامي في تونس اترافير لا نوفيل جينيراسيون. وفوالا ميرسي بوكو ليك انت راني على الانفيتاسيون. الصحه اجمل تحياتي ليكم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام على